السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا طلاب الصف التاسع. إن شاء الله اليوم في درس تكمالي لدرس الغدد، راح نبدأ معاكم من الغدد الدرقية. تعلمنا سابقا إنه في فرق بين الغدد الصماء والغدد القنوية، حكينا إنه الغدد الصماء اللي تفرز هرمونات لكن تفرزها في الدم، لكن الغدد القنوية بتفرز إفرازات، هذه الإفرازات تفرز في قنوات خاصة لتصل إلى الخلايا الهدف. اليوم إن شاء الله يا طلاب راح نكمل الغدد بعد ما بدأنا بالغدة تحت النهاد والغدة النخامية اللي تحدثنا عنهم في الحصة السابقة. إن شاء الله يا جماعة راح نبدأ اليوم بالغدد الصم الموجودة في الإنسان بعد الغدة النخامية. راح أبدأ معاكم اليوم إن شاء الله بالغدة الدرقية. زي ما أنتم شايفين عندكم بالصورة، الغدة الدرقية موجودة في أعلى القصبات الهوائية أسفل الرأس. إذن لما بدي أعرف أنا وين الغدد الدرقية، لازم أبدأ من القصبة من الأسفل حتى أصل إلى أعلى عند الرأس. هنا تكون الغدة الدرقية. لنبدأ أنا وإنتو نحدد مكان الغدة الدرقية عشان هسا نحدد الوظيفة لإلها. أنا وياكم إن شاء الله رح نكتشف حتى اليوم إنه في غدد بجانب أو في داخل هذه الغدد تدعى بغدد جارات الدرقية، كمان لازم أعرف وظيفتها. هاي الحنجرة زي ما إنتو شايفين، الغدة الدرقية هايها، في عنا غدة درقية أيسر شق أيسر وغدة درقية شق الأيمن. إذا عندنا غدتين درقيتين، غدة على اليمين وغدة على اليسار. ماذا تفعل الغدة الدرقية وشو وظيفتها؟ نبدأ أنا وياكم، راح تيجي معاي حتى نبدأ بما فائدة هذه الغدة وماذا تفرز. نبدأ بأولا إفراز هرمون يدعى الثايروكسين. إذا تبدأ بهرمون يدعى هرمون الثايروكسين. إذا تفرز هذه الغدة هذا الهرمون. ماذا يفعل هرمون الثايروكسين؟ الثايروكسين هو مهم جدا في عمليات الأيض وعمليات النمو. يقصد بعمليات الأيض هي البناء والهدم في الجسم، والنمو معروف. لذلك اللي بتكون عنده مشاكل في الجسم من بدانة جدا كبيرة أو نحافة جدا كبيرة، أول إجراء فحص بيعملوه هو فحص الثايروكسين أي هرمون الغدة الدرقية. لماذا؟ لأنه هو المسؤول عن هرمون النمو بتحفيزه أو تثبيطه. فلذلك هذا الهرمون مهم جدا في ضبط عمليات الأيض وضبط عمليات النمو. إذا هذا الهرمون الأول. الهرمون الثاني الذي يفرز من هذه الغدة أيضا يدعى بهرمون الكالسيتونين. هرمون الكالسيتونين، هرمون الكالسيتونين مهم جدا في تحفيز لترسب أيونات الكالسيوم على العظم. يعني لبناء العظم يقوم هذا الهرمون أو هذه الغدة بإفراز هذا الهرمون، فيعمل على زيادة تثبيت أيونات الكالسيوم في العظم فتترسب بشكل أكبر، فلذلك يحدث النمو بشكل أسرع. إذن يدعى هنا هرموني الثايروكسين وهرمون الكالسيتونين يفرزان من هذه الغدة تدعى الغدة الدرقية. ما وظيفة هرمون الثايروكسين؟ وظيفة هرمون الثايروكسين هو يضبط عمليات الأيض ويضبط عمليات النمو. أما الكالسيتونين فهو يحفز ترسيب أيونات الكالسيوم على العظم. إذن هذان هرمونان اللذان يفرزان من الغدة الدرقية كما تشاهدون. نبدأ الآن كيف يمكن أن نثبط ترسيب أيونات الكالسيوم بشكل كبير، لأن ترسيب الكالسيوم بشكل كبير على العظم فإنه يعمل بشكل عكسي، يؤدي إلى خلل في العظام ويمكن أن يؤدي إلى تكسرها. لذلك خلق الله عز وجل غدة أخرى بجانب أو بداخل الغدة الدرقية تدعى بغدة جارات الدرقية. نبدأ بالصورة التي على اليسار ونلاحظ الأربع دوائر الموجودة في داخل الغدد الدرقية اليمنى واليسرى. تلاحظ هناك أربع غدد جارات درقية. إذن تقع السطح
للغدة الدرقية، إذا تقع على السطح الخلفي، تشاهدون الرقبة من الخلف، إذا تقع على السطح الخلفي للغدة الدرقية. ما وظيفة هذه الغدة؟ خلقها الله عز وجل لوظيفة، وهي إفراز هرمون يدعى هرمون جار درقي من اسم الغدة، سمي بنفس اسم الهرمون، يدعى هرمون جار الدرقي. هرمون جار درقي هذا الهرمون مسؤول عن تحرير، انظروا العكس تماما، تحرير أيونات الكالسيوم المترسبة على العظم التي تأتي من الكالسيتونين. إذا عند تنبيه هرمون الكالسيتونين بترسيب أيونات كالسيوم، حتى يتوقف هذا الهرمون يفتعل أو يفعل هرمون جار درقي حتى يعمل على تحرير هذه الأيونات من العظم، وتبقى النسبة متعادلة من الكالسيوم على العظم. مرة أخرى، إذن الهرمون الذي يفرز من الغدد الدرقية ثيروكسين والكالسيتونين. ثيروكسين مسؤول عن عمليات الأيض وعمليات النمو، الكالسيتونين مسؤول عن تحفيز ترسيب أيونات الكالسيوم على العظم. بينما الغدد جارات الدرقية، جارات الدرقية تفرز هرمون يدعى هرمون جار درقي، هذا الهرمون يعمل على تحرير أيونات الكالسيوم من العظم. إذن هذه هي الغدد الدرقية وجارات الدرقية. نبدأ بالغدد التالية وهي الغدد فوق الكلوية. إذن ننظر إلى الغدة الفوق كلوية أو تسمى بالغدتان الكظريتين. طبعا لأن الغدتان الكظريتان نعلم أنهما يقعان فوق الغدة الكلى، إذا لدينا اثنتان منها، واحدة على اليمين والأخرى على اليسار. إذا هاي الغدة فوق الكلوية على اليمين والغدة الفوق على اليسار. إذا عددهما الغدة الفوق كلوية أو الغدة الكظرية كما تدعى بالغدة الكظرية اثنتان. إذن الغدتان الكظريتان يقعان فوق الكلية. كما تشاهدون في الصورة هنا أن الكلية أو الغدة فوق الكلوية لها أجزاء، الجزء الخارجي الذي يدعى بالقشرة، والجزء الداخلي الذي يدعى باللوب أو النخاع. إذن مرة أخرى تتكون من جزئين، القشرة والنخاع، القشرة والنخاع، هذه هي الغدتان الكظريتان. نبدأ الآن بوظيفة الغدتان الكظريتان، ما الهرمون الذي تفرزه من القشرة وما الهرمون الذي تفرزه من النخاع أو اللب. الهرمون الذي يفرز من القشرة يدعى هرمونات تنظم أيض الأملاح والكربوهيدرات والبروتينات والدهون. إذن هي هرمونات تنظم أيض الأملاح في الجسم. إذن تفرز هرمونات نظم أيض الأملاح. إذن هذه هي الهرمونات التي تفرز من القشرة التي تعمل وتنظم أيض الكربوهيدرات والبروتينات والدهون. هذه بالنسبة للقشرة. بالنسبة إلى النخاع أو اللب فإنه يفرز هرموني الأدرينالين والنور أدرينالين. ما هذان الهرمونان؟ إذا هرموني الأدرينالين والنور أدرينالين يفرزان من النخاع من الغدة الكظرية. ماذا يفعلان؟ عندما تتعرض إلى خطر ويصبح قلبك يدق بسرعة كبيرة جدا، وكذلك أنفاسك تتنفس بسرعة كبيرة، المسؤول عن هذه الحركات اللا إرادية في الجسم هما هرموني الأدرينالين والنور أدرينالين. إذن هما هرموني يفرزان في الظروف الطارئة ويدعيان بهرموني الكر والفر، إذ يخضعان الجهاز العصبي. مرة أخرى،
الهرمون الذي يفرز من اللب أو النخاع يدعى بهرموني الأدرينالين والنورأدرينالين، وهذان الهرمونان هما المسؤولان عن جهاز الضبط العصبي اللا إرادي أو يدعى بالذاتي كما أخذنا بالجهاز العصبي سابقا. إذن هما اللذان يتحكمان في سرعة نبض القلب وأيضا سرعة التنفس. إذن الغدتان الكظريتان إحداها من أجزائها يفرز هرمونات تنظم أيض الأملاح كتنظيم الكربوهيدرات والبروتينات والدهون، وهي تفرز من القشرة، ويفرز من اللب أو النخاع هرموني الإدرينالين والنور أدرينالين المسؤولان عن ضبط الجهاز العصبي الذاتي. هنا نكون قد أنهينا الغدتان الكظريتان. الآن إن شاء الله سنبدأ بالغدة النخامية. الغدة أو غدة البنكرياس، نبدأ الآن بموقعها وماذا تفعل غدة البنكرياس. موقع غدة البنكرياس كما تشاهدون فهي تقع عند الأمعاء أسفل المعدة، وهي تدعى بغدة صماء وأيضا غدة قنوية. مرة أخرى، تعد غدة صماء وهسه راح نعرف السبب، وتعد غدة قنوية. إذا غدة صماء وغدة قنوية، لماذا؟ غدة صماء كما سنتعلم اليوم لأنها تفرز هرمون يدعى هرمون الأنسولين. مرة أخرى، معروف هرمون الأنسولين وهو هرمون يعمل على تحطيم السكر، وأيضا يوجد هرمون آخر يعمل بعكس هرمون الأنسولين وهو يدعى بهرمون الجلوكاجون، سنتعرف عليه اليوم. بينما هي غدة قنوية لأنها كما أخذنا في الجهاز الهضمي هي غدة ملحقة بالجهاز الهضمي، إذ تفرز بعض الإفرازات المساعدة في عمليات الهضم. إذا تعد غدة قنوية كما في الجهاز الهضمي، وتعد غدة صماء كما سنأخذ اليوم عن هرموني الأنسولين والجلوكاجون. إذا تفرز الغدة البنكرياس كغدة صماء هرموني الأنسولين وهرمون الجلوكاجون. كما تشاهدون هنا بالصورة، هنا لدينا هرمون الأنسولين وهرمون الجلوكاجون. نبدأ الآن إن شاء الله بالتعرف ماذا يفعل هذا الهرمون وكيف يضبط كمية الجلوكوز في الجسم. أولاً يجب أن نعرف أن هرموني الأنسولين والجلوكاجون يفرزان من خلايا متخصصة من داخل البنكرياس، تدعى هذه بجزر لانجرهانز. إذن في الداخل هنا يوجد خلايا متخصصة تدعى جزر لانجرهانز. جزر لانجرهانز هي المسؤولة عن إفراز هرموني الأنسولين والجلوكاجون. تمام، نبدأ الآن في حالة ارتفاع السكر في الدم وفي حالة انخفاض السكر في الدم. تمام، نبدأ الآن في حالة زيادة السكر في الدم. ماذا يفعل البنكرياس؟ أولا تيجي بعض الإشارات على ارتفاع السكر في الدم. يبدأ البنكرياس بإفراز هرمون الإنسولين، إذن في الارتفاع يبدأ إفراز هرمون الإنسولين. ماذا يفعل هذا الهرمون؟ يذهب إلى الخلايا ويذهب إلى الكبد. لماذا؟ ليعمل على إدخال السكر داخل الخلايا وداخل الكبد لتصنيع الجلايكوجين في المخازن حتى تنخفض نسبة السكر في الدم. مرة أخرى، تبدأ إشارات إلى البنكرياس بارتفاع السكر في الدم. يعمل البنكرياس على إفراز هرمون الإنسولين في الارتفاع لأنه يفرز من الجزر لانجرهانز. تبدأ هذه الإنسولين بإدخال السكر في خلايا الجسم وخلايا الكبد لتصنيع جلايكوجين حتى تنخفض نسبة السكر في الدم. تمام؟ هنا تمام. هسه نبدأ في حالة انخفاض السكر في الدم. في حالة انخفاض السكر في الدم تصل إشارات للبنكرياس انخفضت نسبة السكر في الدم. يذهب إلى الكبد ويعمل على إفراز الجلايكوجين. يذهب الجلوكاجون إلى
الكبد لإفراز الجلايكوجين اللي كانت مخبية، ما كانت عبارة عن مخازن اسمها جلايكوجين، هاي المخازن موجودة في الكبد، فبروح الجلوكاجون على الجلايكوجين اللي مخزن في الكبد وبيفرزه على الدم، فبترتفع النسبة في الدم. مرة أخرى في حالة الزيادة يفرز من خلايا لانجرهانس الأنسولين ويعمل على إدخال السكر إلى خلايا الجسم والكبد، فتنخفض نسبة السكر في الدم. في حالة الانخفاض يحدث العكس تماما، يذهب هرمون الجلايكوجين من جزر لانجرهانس إلى آسف جلوكاجون من جزر اللانجرهانس إلى الكبد الذي يحمل الجلايكوجين فيحطمه على شكل سكر ويذهب إلى الدم فترتفع النسبة. هيك بنكون إحنا لخصنا الأنسولين والجلوكاجون في كيف بضبط السكر في الدم وكيف بيعمل غدة البنكرياس على إفرازهم. إن شاء الله بتكونوا استفدتوا ولخصتوا معاي على الدفتر. آخر غدد يا جماعة رح ناخدها هي الغدد التناسلية، ومعروف عنا في الذكر الخصيتان وفي الأنثى المبيضة. هذه هي الغدد التناسلية الموجودة عند الذكر والأنثى. الخصيتان لازم تكونوا عارفين بيفرزوا هرمون واحد فقط اسمه التستوستيرون، هذا هو الهرمون الذي يفرز من الخصيتان. إذا يدعى الهرمون بهرمون التستوستيرون. هذا الهرمون ما وظيفته؟ يعمل أو مسؤول عن ظهور الصفات أكيد الذكرية، ظهور الصفات الذكرية عند الرجل. أما وأيضا يحفز على تكوين الحيوانات المنوية. بينما الأنثى لديها هرمونات وليس هرمون واحد. الهرمون الأول يدعى البروجسترون، والهرمون الآخر يدعى الاستروجين. هؤلاء هذان هما الهرمونان الأنثويان الموجودان في الأنثى، هرمون الاستروجين وهرمون البروجسترون يفرزان من المبيضة. أحدهما كالاستروجين يعمل على تحفيز ظهور الصفات الأنثوية، هذا هرمون الاستروجين. بينما هرمون البروجسترون فهو يعمل على تهيئة الرحم للحمل في الأنثى، هذا هو مسؤول عنه البروجسترون. إن شاء الله بنكون هيك أنهينا الغدد التناسلية. إذا يوجد لدينا غدتان تناسليتان، أحدها في الذكر وأحدها في الأنثى، المبيضان في الأنثى والخصيتان في الذكر، المبيضان يفرزان الأستروجين والبروجسترون، والخصيتان يفرزان التستوستيرون، التستوستيرون مسؤول عن ظهور الصفات الذكرية وكذلك تكوين الحيوانات المنوية، والمبيضان مسؤولان عن أو الأستروجين والبروجسترون، الأستروجين مسؤول عن تحفيز ظهور الصفات الأنثوية، والبروجسترون مسؤول عن تهيئة الرحم للحمل. هيك نكون إن شاء الله أنهينا الفصل، ضايلنا إن شاء الله حصة واحدة ونختم على الجهاز التناسلي، وهو أكيد تابع للغدد التناسلية اللي ذكرناها مع الهرمونات، فإن شاء الله نكون مراجعينها حتى نختصر من الوقت إن شاء الله تعالى. هيك بنكون إحنا أنهينا الفصل، إن الواجب رح يكون في الصفحة التالية، ورجاء تابعوا معنا وتبعتوها للمعلم، ويعطيكم العافية.